عندنا تقرير عن واقعة مهمة جدا حصلت. واحد عايش وحي على وش الدنيا راح يعمل إجراء ما في الأحوال المدنية تبين إنه متوفي. تعال نشوف التقرير، هنشوف التقرير ده ونرجع نعلق عليه مع الدكتور أشرف عبد الحميد. راح يعمل كده عائلي لابنه عشان يدخله كلية الشرطة، فاكتشف ان انا متوفي، بلغني ان انا ليا شهادة وفاة مظبوطة على السجلات، فتوجهت للسجل اخرجت الشهادة، وقفت قدام الموظف بقول له حضرتك انا عايز شهادة وفاة باسم فؤاد حسين موسى سيد احمد، تاريخ الوفاة 27/6/2019. فحضرتك قمت مستخرج الشهادة، تاني يوم قمت رايح مديرية الأمن تبع الأحوال المدنية في العباسية، قلت لهم عايز أعرف أصل الشهادة دي استخرجت إزاي. فقالوا لي طب الشهادة دي مستخرجة من اسكندرية تبع العطارين، أنت تروح هناك تتوجه لمكتب الصحة قول لهم عايز بيان ورقي من أصل الشهادة دي أعرف الشهادة دي خرجت إزاي. فعلا اتوجهت لإسكندرية بالفعل أول تاني يوم على طول، رحت سجل مدني مكتب الصحة المدني بتاع العطارين، قلت له أنا عايز أعرف أصل الشهادة ديت إيه؟ قال لي الشهادة خارجة من عندنا. قلت له طب ممكن صاحب الشهادة وهو اللي واقف قدام حضرتك، أديني واقف قدامك وأديني بطاقتي وشهادة وفاتي في إيديا. ففعلا اتوجهت للمستشفى وقابلت الشخص بقول له أنت تعرفني؟ قال لي لا ما أعرفكش. قلت له طب أنت عامل لي تسريح دفن بناء على إيه؟ قال لي تسريح دفن ازاي؟ قلت له اه انت عامل تسريح دفن باسم فؤاد حسين موسى وطلعت لي تسريح دفن. قال لي انا واحده كانت واقفه هنا قدام باب المستشفى صعبت عليا وكانت عماله تعيط، فتعرفت قالت لي ممكن تعملي تسريح دفن، عملت لها تسريح دفن. رحت لمديريه الامن عملت محضر تبع الاحوال المدنيه والمحضر اتحول لاسم العطارين. فانا من التحقيقات طبعا عرفت ان هي اللي ورا القصه، اتهمت طليقتي وذكرت اسمها في المحضر هي والسواق اللي عامل تسريح الدفن. ومن السجل عرفت ان صابرين لها 6 بطايق، بكل ما تتنقل في مكان بتعمل بطاقه على نفس العنوان اللي هي بالعنوان اللي هي فيه. وعرفت من المعلومات ان هي تعرف طليقتي، في جثه اندفنت فعلا مكاني وطلعت وياها هي والواد السواق هم بس. اطالب من بسرعة ضبط طليقتي أو الست اللي معاها عشان يكتشفوا فين الحقيقة، يعرفوا مين اللي عمل فيا كده وإيه كان الغرض من كده. هل الغرض إن أنا كان أتورث وأنا حي ولا إيه الغرض في كده؟ الحقيقة موضوع تصاريح الدفن ده محتاج شيء من الدقة والتنظيم. اللي قاله ده واقع التزوير، بس أنا عايز أحكي لك موقف حصل معانا شخصيا يا دكتور أشرف. لما توفت والدتي رحمة الله عليها فروحت المكتب الصحة عشان أعمل تصريح الدفن يعني، فديته بطاقتي وديته بطاقة المرحومة ربنا يا رب يغفر لها ويرحمها، واداني تصريح الدفن وخدته ومشيت علشان الواحد بيبقى في الظروف دي مضغوط عليه جدا. لما وصلت المستشفى اكتشفت انه طالع تصريح الدفن باسمي. يعني هي الفكره ان ممكن يطلع على سبيل الخطا وممكن يطلع على سبيل العمد، فاذا كان خطا فجائز انه يتصلح ترجع تاني وتعمل التصحيح ده لان ده شيء مهم. لكن عمدا يا دكتور شفت التقرير؟ دي جنايه تزوير في اوراق رسميه، جنايه تزوير في اوراق رسميه مكتمله الاركان، مكتمله الاركان. والغرض بس منها هو عفوا بس انا اقول جمله صغيره وهنرجع نكمل. انا بسمع الاحتفاظ بحق الرد لاي شخص ذكر اسمه او صفته في هذا التقرير. اتفضل يا دكتور. هو واضح جدا ان الجريمه دي وقعت من الزوجه بالاشتراك مع موظف الصحه والمستشفى. والغرض زي ما لسه قبل الفاصل لما اتكلمنا في مساله الموانع الشرعيه.
يبدو ان طبعا حضرتك انت عارف دلوقتي ميكانة الحالة المدنية عندنا في مصر، اصبح ان انت لو ضربت على اسمك تعرف تجيب الحالة بتاعتك كل حاجة. فالخشية البطاقة الرقم القومي بتاعها عشان تغيره من متزوجة فلان الفلاني الى مطلقة او ارملة، فكان لابد من شهادة الوفاة.